تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبرعاية من دكتور نيوتريشن. طبعا هذا البرنامج مستمعينا مثل ما أنتم متعودين، يعني نحاول أن من خلاله نوصل جسور التواصل ما بين هيئة الصحة بدبي مع جمهور المتعاملين، سواء كانوا من يعني المراجعين أو حتى اللي مع المراجعين، اللي عنده أي استفسار، عنده أي ملاحظة، عنده أي اقتراح أو نقد بناء ممكن أنه يساهم في تطوير خدماتنا الصحية، فالمجال مفتوح قدامكم. يمكنكم الاتصال بنا على الأرقام 600-551-414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. أيضا موجودين معاكم مستمعين عبر حساب هيئة الصحة بدبي DHA_Dubai، وأيضا على حساب نور دبي اللي هو نور دبي. يعني انزين، فصباح الخير، صباحكم الله بالنور، السلام عليكم. وعليكم السلام، صباح الخير عليكم جميعا. طبعا اللي متواصلين معانا عبر الانستا لايف. طيب اول شيء مستمعينا، بس خلونا نذكركم بالوثائق اللي مطلوبه لي، يعني التسجيل في الملف الالكتروني، الملف الطبي الالكتروني الموحد اللي هي نحن نحتاجه من قبلكم، يعني اللي بيراجع مستشفى راشد، ولا بيراجع مركز دبي للأمراض الجلدية، ولا بيراجع عيادات المطار، ولا بيراجع مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الموجود في مزقيم، ولا مركز البرشة. وايد مهم انكم انتم تجيبون معاكم الهوية الإماراتية. واحد الحين المفروض ما يمشي من غير الهوية في جيبه، يعني المهم الهوية الإماراتية، البطاقة الصحية تكون موجودة معاكم، وأيضا واحد من الأشياء الاختيارية، ولكن إذا وجدت فبطاقة التأمين الصحي. هذه الأشياء لمرة واحدة يا جماعة الخير، ليش؟ أساس أنه يتم تسجيلكم وتسجيل بياناتكم وربط هذه البيانات بمشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد سلامة، والموضوع يعني إن شاء الله يكون لمصلحة القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص، وإن شاء الله يكون هذا المشروع نوال ملف طبي إلكتروني موحد على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن شاء الله على مستوى الخليج، واحد ما يدري. فالتطلعات كبيرة. تحياتي لهيئة الصحة، شكرا لك يا مشعل العباس، شكرا لك. طبعا زميلنا الإعلامي مشعل العباس من صحيفة الرؤية. صباح الورد، صباحكم الله بالخير، صباح الورد والفل، شكرا لكم. طيب هذا من ناحية. من ناحية ثانية مستمعينا الكرام، في يعني نحن نعرف أن الماء مفيد للجسم، مفيد للصحة، مفيد للكثير من الأمور، ولكن في عنا علماء يقولون زيادة نقاء مياه الشرب قد يضر بالصحة.
حيث أكد علماء من جامعة كاليفورنيا أن هناك علاقة بين شرب المياه المعقمة وزيادة خطر الإصابة بالربو عند الأطفال. ففي حين تعتبر المياه العنصر الأهم ومصدر الحياة الرئيسي للحياة على الأرض، أكد علماء في دراستهم الأخيرة أن شرب المياه المعقمة باستمرار قد يزيد من خطر الإصابة بالربو وخصوصا عند الأطفال. أيضا في تفسيرهم لنظريتهم قالوا: تعد المياه من أهم المصادر التي يتلقى منها الجسم العديد من العناصر المفيدة والضرورية لعمله، ولكن في نفس الوقت فإن الإنسان حين يشرب المياه يتلقى كميات معينة من الجراثيم والبكتيريا، الأمر الذي يساعد الجسم على خلق منظومة مناعية طبيعية قادرة على التعامل مع الكثير من مصادر العدوى وحرمان الجسم من التعرض لمسببات الأمراض بكميات ضئيلة يؤدي لإضعاف المنظومة المناعية. وأكد الباحثون أن أحدث الدراسات التي قاموا بها أشارت إلى أن الأطفال الذين يشربون المياه الشديدة التعقيم هم الأكثر تعرضا للإصابة بفطريات بيتشيا المسببة لمرض الربو، وذلك لأن أجسامهم تحرم من البكتيريا الفطريات. طيب هذه دراسة، هاي فروم برازيل، والله يا هلا. عموما عيسى أسماء الجناحي معانا إن شاء الله، صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور. أول شيء يعني ما أدري تابعت الكلاسيكو، شجعتي منو؟ السوشيال ميديا أعتقد كان يعني انفجرينه على الكلاسيكو، ها؟ الناس كلهم السناب شات كل مكان، أنا ما في موضوع ثاني. زين، منو كنت تشجعين؟ أنا برشلونية. يا سلام عليك. زين اسمع، شو عندنا اليوم في السوشيال ميديا؟ دائما سمعتك تتكلم عن شرب المياه والماي، في معلومة الناس ما تعرفها أن نسبة شرب الماء في اليوم تعتمد على وزن الجسم. فكيف واحد المعادلة الحسابية هي وزن الجسم ضرب 35 يعطيهم كم ملي متر يحتاجونه في اليوم؟ هاي المعادلة الحسابية. طيب أنا أحاول بس ما أدري إذا يسمعونك المتابعين عندي، تقولي لي المعادلة مرة ثانية أسمى. الوزن ضرب 35 أوكي يعطيهم النسبة المعدل اللي يحتاجونه بالمليمتر الناتج. يعني إذا أنا وزني الحين 78 بنقول 100 بنقول 100 في الحساب. إذا كان 100 تضرب في 35 يطلع 3 لتر ونص. زين ممتاز. هذا إذا كان الوزن 100، بس ما نتمنى الناس يكونوا عزانهم 100. زين عموما هذا بالنسبة للمي. علم الأشياء اللي موجودة في السوشيال ميديا الحين العالم كله يتكلم تحت هاشتاج vaccinations work، وهو بمعنى اللقاحات تحقق الغرض منها، بمناسبة أن اليوم يبدأ أسبوع العالمي للتحصين وشعاره أن التطعيمات تعمل. فالناس اللي تتكلم بيركزون على 4 محاور، وهو من منظمة الصحة العالمية. التركيز بيكون على المحاور 4، أن إنقاذ الأرواح، مقاومة المرض، لا أحد يعني نيتم وراء، بناء عالم آمن، والحصول على العمل. فهاي كلها الأشياء اللي تركز عليها الحملة العالمية اللي في السوشيال ميديا موجودة. أتوقع المتابعين عندك على سناب شات ما بيسمعونها. والله قاعد أحاول أني أنا أتصرف أساس أن خليهم يسمعون المكالمة، لكن ما أدري. عموما كل التعليقات كانت ألف مبروك عشاق برشلونة، بس الدوري مدريدي، ويعني يتكلمون عن الكلاسيكو، لكن إن شاء الله يعني اللي لعب فاز. غير هذا الحين موجودين أن الفعاليات موجودة في الدار العام وبسط التبرع بالدل. غير هذا تبدأ اليوم فعاليات الأسبوع العالمي للتحصين في مركز المسهر اللي هو تابع للرعاية الصحية الأولية. هذا نختتم ما يحدث الآن في السوشيال ميديا، ونختم برسالة الصباحية، وهي لتكون بداية أسبوع عملك أكثر قوة فعليك أن تجعلها أكثر تنظيما. نظم عملك، رتب مهامك، وابدأ بإنجازها الآن. ممتاز جدا، وهذه رسالة جميلة جدا. أي والله الواحد لازم ينظم عمله وينظم وقته وينظم وايد أشياء في حياته، وأيضا ينظم مشاعره بعد. ها اسمه ها أهم شيء.
عموما شكرا لك شاسمة الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي على هذه الرسالة اليومية اللي دائما ما تحاول تغطي لنا معظم ما يجري في وسائل التواصل الاجتماعي. عموما نحن ما نطلع فاصل، بعد الفاصل بإذن الله ما رجع لكم، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. اليوم يعني هيئة الصحة بدبي تنتقل حافلتها أو المركز المتنقل للتبرع بالدم إلى مبنى الإدارة العامة في هيئة الصحة بدبي. هذه الحافلة موجودة وتستقبل جميع أفراد الجمهور اللي موجود حوالين هذه المنطقة، سواء في مؤسسة دبي للإعلام، في المحاكم، في النيابة، ولا خاطف على جسر المجتوم. يعني هذه دعوة لكم مستمعينا اللي موجود حوالي هذه المنطقة يتوجه إلى الإدارة العامة لهيئة الصحة بدبي، وهناك يعني الحافلة موجودة ممكن يتبرع بالدم. ولكن التبرع بالدم يعني في له شروط، في له آليات، في له الكثير من الأمور اللي الواحد يستفيد منها حتى جسديا. فما نتعرف على كل هذه الأمور مع الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم. أول شيء صباحك الله بالخير دكتورة. صباح النور والسرور. البارحة شو كنت تشجعين، برشلونة ولا ريال مدريد؟ بنشجع رونالدو. ليش تشجعين رونالدو؟ عشانه هو عنده حملة معانا في هيئة الصحة بدبي، كن الأول في التبرع بالدم. طيب دكتورة الحملة كم باقي لها، خلصت ولا بعدها؟ هي الحملة أطلقناها في 17 أبريل 2016، وكانت لمدة عام. بس الحمد لله حسب إحصائيات المركز أنه في زيادة تقريبا 12% في عدد المتبرعين بالدم داخل المركز. جميل. فطبعا لها كثير من الأسباب، واحدة من أسبابها تكون حملة كن الأول بالتبرع بالدم اللي تجذب كثير من الشباب والمتبرعين من مختلف الفئات العمرية. بالإضافة طبعا المركز خلال عام 2016 كان له كثير من البرامج التثقيفية والتوعوية اللي طبعا تكون سبب في زيادة الوعي وزيادة عدد المتبرعين المقبلين على التبرع بالدم. طيب نحن نقول لك هارد لك دكتورة، لأن البارحة خسروا ريال مدريد. عموما دكتورة نحن ما نتكلم عن التبرع بالدم بشكل عام، ففي البداية يا ترى ما هي أهمية التبرع بالدم؟ طبعا التبرع بالدم هو عمل إنساني نبيل ومن أنبل الأعمال الإنسانية، لأن لحد الآن العلم لم يكتشف أي بديل للدم، فيبقى الحاجة إلى وعي الجمهور والتبرع بالدم للمرضى المحتاجين. وكثير من الحالات المرضية علاجهم الوحيد هو الدم، لا يوجد بديل. فطبعا التبرع بالدم هو عمل إنساني يساهم في إنقاذ أرواح المحتاجين بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. بالإضافة لهذا طبعا دائما نذكر أن التبرع بالدم هو عمل صحي وأسلوب حياة راقية وصحية، لأنه يعود بالفائدة على المتبرعين بالدم، فهو ينشط نخاع العظم لإنتاج خلايا جديدة تعوض عن الخلايا اللي تبرع بها المتبرع. بالإضافة لهذا يقلل من نسبة الحديد الفائض الزائد في الدم. وأثبتت البحوث والدراسات الطبية أنه التبرع بالدم المنتظم يقلل من نسبة الإصابة بالجلطة القلبية والجلطة الدماغية. جميل. فهذه كلها فوائد للتبرع بالدم. طيب نحن قبل الفاصل كنا نتحدث عن يعني الماء النقي دكتورة، وفي شغلات معينة كانت في دراسة تقول أن زيادة نقاء مياه الشرب قد يضر بالصحة، فقد نتحدث عن هذا الموضوع. في رسالة تقول في زمن الطيبين كنا نشرب من حنفية الشوارع، بعد فترة من الزمن وضعوا لافتة وكتبوا عليه غير صالح للشرب،
ما يدرون الباحثين على أساس الدراسة هذه. أيضا كان في رسالة تتحدث عن أن السلام عليكم، يا ريت تقدمون حلقة عن آثار التطعيم الأطفال، خصوصا حاليا لأن كثر الكلام عن الآثار الجانبية السلبية للتطعيم وظهور أمراض غير معهودة عند الأطفال، وخصوصا الأمراض المناعية وغيرها. وشكرا. دكتور تبغين تعلقين على هذه الرسالة ولا نتكلم فيها؟ التطعيم الحين طبعا هو التطعيم حسب متطلبات منظمة الصحة العالمية، التطعيم إلزامي للأطفال وواجب لمنع الكثير من الأمراض، لكن في بحوث الحين تقول إنه في بعض الجواب، مش لكل أنواع التطعيم، لبعض الأنواع. طبعا نترك التفاصيل لأصحاب التخصص ولكن يعني ولكن دكتورة، يعني أنا هذه الرسائل اللي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ناس نحن ما نعرف شو وين مصدرهم، منو هذيل، شو اللي يسوونه بالضبط، فهذه الرسائل ما تنأخذ من واتساب ولا من تويتر ولا من انستغرام، لا، هذه تنأخذ من مصادر موثوقة. منو المصادر الموثوقة في هذا المجال؟ الهيئات والدوائر الصحية المتخصصة، منظمة الصحة العالمية اللي هي يعني تشرف على جميع البحوث الخاصة بالصحة في العالم. يعني في أماكن معينة نأخذ منها هذه الأخبار. يقول الناس كانت تشرب وتاكل بالنية، الحمد لله. هل يجب على الفرد التبرع كل فترة، رجال ونساء؟ نعم، التبرع بالدم ممكن كل شهرين، ممكن للرجل أن يتبرع 5 مرات بالسنة. يفضل للمرأة أن تتبرع بعدد أقل، نقول 3 إلى 4 مرات لأسباب فيزيولوجية. فالتبرع المنتظم صحي وإلى فائدة على المتبرع بالدم. كثير من المتبرعين لما نمنعهم من التبرع لأسباب مثلا مؤقتة شيء يخص صحتهم، فتشوفهم يضايقون، وهذا اللي يقولوه دائما انه نصير عصبيين، يصير عندنا حرارة، الدم يصير كثيف. وهو طبعا صحيح، خاصة عند المدخنين او الافراد اللي يكون عندهم كثافة في الدم، فالتبرع بالدم يسبب تقليل الكثافة، وبهذا يشعر المتبرع بارتياح اكثر، يحس انه هو خفيف، انه ما في عنده مثلا عصبية. فالتبرع وايد مفيد، خاصة المنتظم منه. طيب دكتورة، مركز دبي للتبرع بالدم هو واحد من المراكز العالمية في هذا المجال. عيسى إذا في مداخلات خبرني زين، فخلينا نتكلم عن هذا المركز، يعني تعرفينه بشكل عام، وفي مراكز ثانية للتبرع بالدم غير هذا المركز في إمارة دبي؟ مركز دبي للتبرع بالدم هو المركز الوحيد للتبرع بالدم داخل إمارة دبي، وهو المسؤول عن التعامل مع المتبرعين وصرف الدم لمستشفيات هيئة الصحة في دبي، بالإضافة إلى 39 مستشفى تابع للقطاع الخاص. يزود الدم 24 ساعة باليوم طول أيام الأسبوع. وطبعا الحمد لله المركز معتمد من قبل جمعية بنوك الدم العالمية، وهي الأصرم ومعروفة عالميا في صرامة معاييرها ومتطلباتها، وتم اعتماده لثلاث مرات، يعني اعتمد أول مرة وتم التجديد، آخر تجديد كان في نوفمبر عام 2016. وهذا طبعا يثبت أنه المركز يتبع جميع المعايير العالمية الخاصة بسلامة المتبرع والمريض، حتى نقدر نوفر الدم الآمن والسليم للمرضى. جميل. دكتورة ناخذ هذه المداخلة من أبو ندى. صباحك الله بالخير أبو ندى. صباحك الله بالخير أخونا محمود. من نور وسرور. أبو ندى عندي سؤال، ما أدري إذا بتجاوبني عليه ولا لا. أول شيء كم عمرك؟ أنا عمري طال عمرك زمان أول ما كانت مستشفيات البيوت. إيه كان زمان أول ما في لا مستشفيات لا شهادات. لا أنا أسأل عن العمر لسبب معين. تقريبا إذا كان ما يعني تخوني ذاكرة يمكن 60 فوق 60 ما كانت مستشفيات ولا شهادة ميلاد. صادق. روح السفارة البريطانية ناخذ جواد حق السفر. زين ما شاء الله. طيب دكتورة ليش سألت أبو ندى عن عمره؟ لأن أبغي أعرف هل يمكن لأبو ندى أن يتبرع بالدم ولا لا؟ ممكن إذا صحته بصورة عامة جيدة. التبرع بالدم من عمر 18 سنة إلى 65 سنة. لين 65. أنا بعد عندي 5 سنوات أبو ندى. زين أنا أقول لك طال عمرك في ناس يتحيمون ويتفصدون. صار. وبعد يعني هذا بعد يحتاج بعد يتبرع حق الدم.
في السنة مرتين يتحيم. زين بيتكلم عن الحيام عن الضغط ودوخ دوخ في الرأس. يعني وايدين ناس شواب الأولي يتحيمون في السنة مرتين. صادق صادق. طيب وجزاك الله خير ومشكور يا ابو ندى. مشكور حبيبي. سلامي حق ندى بعد. ايه بنتك عاد اليوم ما داومت. على السلامة. شكرا. ايه الله يسلمك فرحة. طيب موضوع الحيامة دكتورة انزين نحن من المعلومات المهمة جدا ان لين 65 الواحد ممكن يتبرع بالدم اذا كانت صحته جيدة. ولكن ابو ندى كان يتحدث عن الحيامة اذا تحيم يتبرع بالدم بعد ولا ينتظر؟ طبعا هو التبرع بالدم فكرته جاية من الحجامة الإخراج الدم من الجسم، لكن التقنية تختلف. تبرع بالدم سحب دم من وريد مركزي، لكن الحجامة من جمع الدم من مكان محدد في الجسم. اللي يتبرع اللي يكون عامل حجامة ويجي يتبرع بالدم، احنا طبعا نسأله بعض الأسئلة للتأكد من انه المكان اللي عمل فيه الحجامة. فإذا مكان يكون مرخص طبيا فممكن نسحب منه دم، يفضل 10 أيام إلى أسبوعين بعد الحجامة. لكن إذا المكان غير مرخص لعمل الحجامة يتم استبعاده لمدة سنة، وذلك لمنع انتقال أمراض يعني بسبب التلوث. طيب أنا بس بذكر دكتور قبل أن نطلع بالفاصل أن الباص المتنقل للتبرع بالدم موجود حاليا في مبنى الإدارة العامة في هيئة الصحة بدبي، اللي هو بجنب جسر المكتوم عند المحكمة، عند النيابة، عند أيضا مؤسسة دبي للإعلام. فاللي حاب يتبرع يتوجه إلى الإدارة العامة. طيب نحن ما نتحدث عن شروط التبرع وما ماذا يعني نقل الدم بشكل آمن والعديد من المواضيع اللي تهم مسألة التبرع بالدم، ولكن بعد ما نوقف مع هذا الفاصل القصير دكتور وما نرجع لكم. أرقام التواصل معنا مستمعينا 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. فاصل وراجعين بإذن الله. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوتريشن. كنا نتحدث قبل الفاصل مع الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم عن التبرع بالدم بشكل عام، لكن هناك عندنا العديد من المتابعين تحدثوا عن الكثير من الأمور. اليوم 24 أبريل ويصادف يوم التهابات السحايا العالمي، ياليت نلقي الضوء على هذا الموضوع. وسلم ويسلم ضيفة الحلقة. نبغي تبون إجازة حق شو؟ عشان تبرع بالدم تبون إجازة ولا عشان انزل؟ عموما دكتورة توقفنا عند التبرع بالدم، هل التبرع بالدم آمن أم غير آمن؟ طبعا سؤال كثير ناس تتخوف من التبرع بالدم، تتخيل إنه التبرع غير آمن. التبرع بالدم آمن، وهناك كثير من الإجراءات والفحوصات سريعة هي لكن جدا مدروسة عالميا لاختيار المتبرع بالدم، اللي تضمن سلامة المتبرع أثناء وبعد التبرع بالدم. طبعا جميع المواد المستخدمة أثناء التبرع بالدم هي معقمة وتستخدم لمرة واحدة، وهناك فحوصات طبية تمنع من أنه نأخذ متبرع وبعد هذا يصيب أي ضرر. ففي فحص لنسبة خضاب الدم الهيموغلوبين، في فحص للنبض لضغط الدم، وهناك العديد من الأسئلة 43 سؤال يتم سؤال المتبرع والجواب عليه، بالإضافة إلى معلومات تثقيفية نعطيها للمتبرع قبل التبرع. الغاية منها ضمان سلامته وضمان سلامة المريض اللي يأخذ الدم. فإجراءات التبرع آمنة وسليمة وسلسة، ودائما مراكز التبرع بالدم خصوصا في مركز دبي للتبرع بالدم نحاول أنه نعمل إجراء يكون سريع، الأجواء تكون مريحة، لأن المتبرع دائما هو إنسان متفضل علينا بوقته وبدمه، فنحاول أنه نرضيه على قد ما نقدر. طيب
طيب الآن يعني أنا دائما سبحان الله أتذكر مسألة البترول والنفط، هنالك مشتقات كثيرة للبترول والنفط يعني تدخل في الكثير من الأمور في الحياة. أيضا الدم دكتورة، في هنالك دم مشتقات تطلعون من الدم يعني أكثر من شغلة لأكثر من مرض، فخلينا نتكلم عن الدم. يا ترى كيف يتم فصله، كيف يتم يعني تنقيته، وين تودونه، شو اللي تسوون فيه بالضبط؟ نعم طبعا كل متبرع يتبرع بالدم، ممكن يكون دمه يروح الى 3 مرضى مختلفين او 4. اذا متبرع دم ثقيل شو نسوي فيه دكتورة؟ بالنسبة لنا خفيف. بالعكس التبرع طبعا هو يخفف من كثافة الدم، فيكون شيء يعني جيد بالنسبة للمتبرع. يتم فصل الدم الى مكوناته حسب، ويتم استخدام المكونات حسب الحالة المرضية. فكل تبرع بالدم كامل يتحول إلى كريات دم حمراء مركزة اللي تروح لمرضى فقر الدم، ويتم فصل منها صفائح دموية اللي تستخدم للمرضى اللي عندهم نزيف، بالإضافة إلى بلازما الدم الطازجة اللي نحضرها واللي يمكن استخدامها لعدة حالات مرضية، مثل في حالات الحروق، في حالات فقد سوائل أو نزيف بشدة عند المرضى. فيتم كلها تحضيرها وتخزينها حسب كل مكون، ويتم صرفها حسب الحالة المرضية للمريض. جميل. كيف دوام الدكتورة أسعاب؟ دوامها عادي يعني، أنا ما أعرف والله كيف دوامها، ممكن يكون في المستشفى. طبعا اللي ياخذ أدوية معينة المفروض ما يتبرع بدمه، مثل الراكيوتان، في أدوية معينة دكتور واحد؟ نعم، هو من يجي المتبرع بالدم بنعطيه احنا مجموعة معلومات عن التبرع بالدم، من ضمن 40 سؤال هذه اللي تسألونهم. نعم. ومن ضمنها في قائمة بالأدوية ودارجين بها الأدوية اللي ما يفضل للتبرع إذا الشخص يأخذها، وذاك حفاظا على الشخص مستلم الدم اللي يأخذ الدم. صحيح. وحط يعني موضحين في المعلومات إنه ليش هذا الدواء لا يفضل استخدامه مثلا. جميل. إذا كان الشخص يرغب بالتبرع. ناخذ عبد العزيز دكتورة. صباحك الله بالخير عبد العزيز. مرحبا الساعة. كيف حالك اخوي محمود؟ طول عمرك يا هلا عبد العزيز، تفضل يا سيدي. الله يسلمك. معاش السنه الدكتوره، تفضل تسمعك. يا اهلا بك دكتوره. اني تبرعت تقريبا بال 2010 تبرع بالدم، من شي سنتين كان في حافل للتبرع بالدم، فرحت تبرع بالدم، قالوا لي تبرعت، قلت لهم نعم، قالوا لي كم رقم تليفونك، فبين عندهم اني يعني متبرع سابق، وقالوا لي راجع الدكتوره قبل لا تبرع بالدم. نعم. رجعت الدكتوره فتقول لي انت بال 2010 تبرعت. نعم. كان عندك التهاب بالكبد خفيف، كانت مناعتك قوية تغلبت عليه، فقالوا لي ما ينفع تتبرع بالدم. نعم. يعني خوفوني، أنا كان عندي تمييز صحي، فوري رحت سويت تحاليل كاملة. نعم. قالوا لي سليم، ما عندك أي شيء. نعم. هل ينفع أن أتبرع بالدم مرة ثانية أو ما ينفع؟ معلش الدكتورة قالت لي أنت ما ينفع تتبرع بالدم. أوكي عبد العزيز، طيب تسمع. نعم. الإجابة إن شاء الله. شكرا لك. جزاك الله خير محمود. شكرا للدكتورة. شكرا يا أهلا بك. طيب دكتورة، هذه حالة عبد العزيز يعني ممكن أن تكون بهذا الشكل. أيضا هنالك حالات أخرى قد تدخل فيها المسألة بالتاريخ الطبي، ويمكن أن هل من الممكن أن نعتمد على الفحوصات اللي أنتوا تسوونها في تشخيص الأمراض؟ يعني إذا شخص قالوا له ضمن الفحص أنه أنت عندك كذا كذا كذا، هل هذا معتمد دكتورة، ولا أنتوا لازم يسوي فحوصات زيادة في هذا الموضوع؟ طبعا في حالة عبد العزيز، في حالة الحين برد على عبد العزيز. استاذ عبد العزيز، طبعا مشكور على تبرعك بالدم، وشكرا على هذه المداخله اللي احنا طبعا نواجهها بعده مرات تقريبا بشكل يومي. الفحوصات اللي تنعمل على عينات دم المتبرعين بالدم، يعني بعد ما تتبرعون بالدم يتم سحب اثناء التبرع انابيب دم تروح هذه لفحوصات. في كثير من الفحوصات اللي تنعمل على هذه العينات لا تجرى في المستشفيات العاديه اللي هي خاصه بالمرضى، في فحوصات خاصة فقط في مراكز التبرع بالدم. ليش؟ لأنه هذا الدم يعتبر دواء،
بعد ما تتبرعون به ويتم فحصه، اذا قلنا هذا الدم ممكن يروح للمريض فهذا حيعتبر دواء يروح الى وريد المريض. فهناك كثير من الاجراءات وكثير من الفحوصات اللي تنعمل فقط على دماء المتبرعين بالدم ولا تجرى للمرضى بصوره يعني روتينيه. فعلى الاكثر الكلام اللي خبرتني اياه هو انه الشخص لما يكون مصاب بالتهاب الكبد الوبائي اللي نسميه نوعاء وتمر فترة عليه وجسمه يكون عنده مناعة جيدة، فالفيروس خلص يخوز عن الجسم ويروح، لكن تبقى بعد هذا الالتهاب أجسام مناعية تتذكر هذا الفيروس، وهي طبعا هذه مناعة لجسمك، يعني شيء جيد حقك، لأنه ما ممكن أنه الفيروس يدخل مرة ثانية ويسبب لك مرض. هذه مناعة تشبه فكرة التطعيم، لكن احنا في بنوق الدم عشان هذا الدم رح يروح لمريض ثاني، فهذا المتبرعين اللي يكون عندهم أجسام مناعية بسبب مرض سابق مثل التهاب الكبد الوباء السابق لا يجوز تبرعهم للمرضى، لأن هذه ممكن أنه تسبب بعض التفاعلات عند المريض مستلم الدم. لكن هذا مو يدل أنه أنت مريض. عادة لما نعطي التقرير احنا بنعطي طبعا تقرير بجميع التفاصيل بنوع الفحص ومجرى بأي طريقة ونوقع ونختمة ونعطي نسخة للمتبرع. لكن المتبرع لما يروح لمستشفى أو يروح لمختبر خاص يعملوا له فحص التهاب الكبد فيكون سالب مش موجود، صح مش موجود، لأن احنا اللي عملناه مش بس التهاب الكبد، احنا عملنا للأجسام المناعية الأخرى. فهذه الأشياء الحقيقة المفروض الواحد يفهمها لما يأخذ التقرير، لأن في شخص يشرح له عن نتائج الفحوصات اللي صدر يعني اللي ظهرت. يعني يروح يتبرع بالدم مرة ثانية ولا لا؟ إذا هو عنده أجسام مناعية لا يجوز للتبرع بالدم، يظهر عندنا بالنظام بالسيستم أنه هو عنده أجسام مضادة فلا يجوز التبرع، بس المفروض هو يأخذ حقه في إعطاء المعلومة الصحيحة. سألتني أستاذ محمود عن هل يمكن الاعتماد على النتائج، طبعا اعتماد النتائج معتمدة، ولكن في قسم من الفحوصات تحتاج فحوصات إضافية، ففي هذه الحالة نوجه المتبرع أنه مطلوب منك الفحص الفلاني، وهذا طبعا كله يكون في تقرير مش بس بالكلام، لأنه الشخص العادي ما يفهم بهذه الفحوصات وما عنده المعلومات الكافية أنه يعرف شو فرق هذا الفحص عن الثاني. جميل دكتور، أنا شوي بنتقل لموضوع آخر بعيد عن التبرع بالدم، ولكن هو شامل مسألة التبرع، وهو المستشفى مستشفى الخير. هذا المستشفى اللي بيتم إقامته إن شاء الله في يوم الخميس من الساعة من الساعة 4 مساء لين 10 مساء، يعني من تاريخ 27 لين 29/2017 الشهر هذا. فطبعا هذه ضمن مبادرة هيئة الصحة في عام الخير. هناك يعني في العديد من المواضيع ان فيها التبرع بالدم، بتكونوا موجودين في هذا المكان. نعم. انا باخذ هذه المشاركه في هذا الموضوع، ولكن ايضا هنالك التبرع بالدواء. نحن بنتكلم عن موضوع التبرع بالدواء. معانا عبر الهاتف الدكتور علي السيد مدير اداره الصيدله. صبحك الله بالخير دكتور. صبحك الله بالخير يا محمود، كيف الحال؟ يا هلا دكتور. نحن نبغى نتكلم عن هذه المشاركه اللي تقومون بها ضمن هذه الفعاليه اللي تقام في يعني عام الخير. طبعا أول شيء نشكركم يعني على الاستضافة أخ محمود. هيئة الصحة وطبعا إدارة الصيدلة عندها طبعا مكان في منطقة هناك، وطبعا يتم في هذا طبعا أول شيء يعني تعريف الجمهور وتعزيز معرفة الجمهور بالحملة نفسها، حملة الدواء سلام وعطاء. الهدف من هاي الحملة إن هي طبعا مشاركة المجتمع في طبعا مساعدة المحتاجين والموزين للأدوية، جمع الأدوية. طبعا هي أهم شيء نشر الوعي بين أخوة المجتمع حول كيفية التعامل مع الأدوية وسلامتها وتداولها وتخزينها، تشجيعهم على جمع إرجاع الأدوية اللي هي زائدة عن احتياجاتهم إنهم ما يستعملوها، واللي هي صالحة للاستعمال أو غير صالحة للاستعمال. صالحة للاستعمال يتم طبعا عزلها وطبعا حفظها في مكان آمن، وبعدين أعطاها الجمعيات الخيرية اللي تقوم بإعطائها اللي تقوم طبعا يعني
يعني توزيعها على المحتاجين والمعونين وأعطاهم. ومن ضمن هاي الجمعيات طبعاً إحنا يمكن الشريك القوي لأنه هو جمعية الهلال الأحمر الإماراتي، وإحنا الحمد لله الجمعية طبعاً متعاونة معانا، والهيئة طبعاً لها يعني باع طويل معاها، وبدت يعني بدنا نعطيهم الحمد لله أدوية في 2013. هي طبعاً الحمد لله أطلقت 2012، 2013 أعطيت لهم أدوية، و2014 و2015 و2017 بمعدل مليونين كل يعني كل مرة نعطيهم إياها كل هذا. وطبعاً الحمد لله كان في حتى مع في حملة تراحم في 2015 الهيئة بعد شاركت بمساعدة المعوزين بمليونين درهم بأدوية. طبعا هاي الهيئة وإدارة الصيدلة تكون طبعا حتى أفراد المجتمع على رجاع الأدوية طبعا سواء هي صالحة للاستعمال أو متى صلاحية لحفظ الحفاظ على المجتمع وإتلافها بشكل صحيح. أما الأدوية اللي هي صالحة للاستعمال إعطاها للمعوزين عن طريق الجمعيات خيرية مثل ما قلتكم. بالإضافة إلى هذا طبعا الهيئة وإدارة الصيدلة تقوم أيضا توزيع مواد إعلانية زين تعريف الحملة. بالإضافة أن تقوم هي الهيئة بتوفير فحوصات السكري والكوليسترول للجمهور من قبل صيادة الهيئة لهم يقومون بالتحليل الفوري وإعطاء النتائج فورية على للناس اللي يقومون بالتحليل. هذا كله ضمن فعالية مستشفى الخير بس سوونها دكتور؟ نعم إن شاء الله جدا. وطبعا إحنا الهيئة تستقبل الأدوية في المكان في مراكز ومستشفياتنا أيضا. أي صيدلية موجودة تابعة لهيئة الصحة ممكن أن الجمهور يتوجهون لها ويتبرعون بهذه الأدوية سواء في المكان نفسه أو في الصيدليات تابعة للهيئة. وطبعا تعتبر هذه الهيئة طبعا تعتبر هذه الحملة من الحملات الناجحة اللي قامت بها هيئة الصحة صحيح. والحمد لله مردود يعني إيجابي على المجتمع والله الناس كلهم مبسوطين من هذا الموضوع دكتور. بالعكس يعني في تفاعل كبير في هذا الموضوع. نتمنى لكم التوفيق دكتور، وإن شاء الله يعني تكون لنا زيارات قادمة لكم وتعريف أكثر بالعديد من الإنجازات اللي قامت بها. عمل الخير إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا لك دكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي. دكتورة نحن نتحدث يعني عن بعد العام مستشفى الخير. دكتور سيد تحدث عن بعض الجوانب الخاصة اللي بتكون ضمن هذه الفعالية، ولكن بتكون في يعني حافلة التبرع بالدم موجودة على مدى 3 أيام زين في هذه الفترة. خبرينا يعني شو الفحوصات الثانية اللي بتكون ضمن هذه الفعالية؟ ضمن مستشفى الخير بيشارك مركز دبي بتواجد حفلة التبرع بالدم أيام الخميس والجمعة والسبت، وتكون الحافلة مجهزة فيها توزيع. طبعا حنوزع عدد كبير من المنشورات التثقيفية والتوعوية عن شروط التبرع بالدم وفوائد التبرع بالدم، ويكون الفرصة متاحة للجمهور للتبرع بالدم، ونقوم بإجراءاتنا اللي هي فحص المتبرعين بالدم، فحص الضغط والنبض ونسبة خضاب الدم، وإذا في أي شخص عنده أي سؤال فيكون في طاقم طبي متواجد للرد على أسئلة الجمهور. أيضا بتكون هنالك بعض المواضيع الخاصة بالتغذية، بيكونون في أخصائيين التغذية موجودين ضمن هذه الفعالية، وأيضا في مشاركة من القطاع الخاص كذلك في هذه الفعالية. إذن بيكون مثل كرنفال صحي طبي موجودين في حديقة البرشة صح دكتور؟ نعم في حديقة البرشة من الساعة 4 مساء لين 10 مساء من تاريخ 27 لين 29 أبريل موجودين هناك. فنتمنى من الجمهور التفاعل مع هذه الحملة. دكتور في سؤال يقول سلام عليكم، أي نوع من المرضى لا يمكن لهم التبرع؟ ويقصد يعني شو الأشياء اللي تمنعني من التبرع؟ اللي تمنع. أي. نعم في بعض الحالات المرضية اللي حفاظا على صحة المتبرع فنمنعه من التبرع بالدم، مثل أمراض القلب إذا عنده قصور في الدورة الدموية، إذا الشخص كان سابقا مصاب بالجلطة القلبية أو جلطة دماغية، في أمراض المزمنة للكلى والرئة، أمراض الدم السرطانية، فهذه الأمراض لا يفضل الشخص أنه يتبرع بالدم حفاظا على صحته.
بالإضافة مثلا إذا الشخص يكون في عنده صرع سابقا أن نواجهه بعدم التبرع بالدم. وفي أمراض تكون سابقا عند المتبرع فلا يفضل تبرعه حفاظا على المريض مستلم الدم، مثلا إذا كان مصاب سابقا بالتهاب الكبد الوبائي نوع ب أو جيم أو مرض نقص المناعة المكتسب، فهذا لا يفضل تبرع بالدم. أو الناس المصابين بالأمراض الدم الوراثية قسم منها لا يفضل تبرعهم بالدم حفاظا على سلامتهم. طيب دكتور أبغى أسأل عن تقنية الإفريزيز هذه اللي سويتوه لخدمة مرضى الثلاسيميا. نعم، هذه هو جهاز الإفريزيز، هو جهاز يسحب الدم من المتبرعين بالدم وبعدين يفصل نوع الخلايا المطلوبة. ففي عندنا جهاز سحب أفريسز لصفائح الدموية، نسحب فقط صفائح دموية مركزة. وفي أدخلنا في نهاية عام 2016 سحب وحدتين دم، كريات دم مركزة من متبرع واحد، وهذه طبعا بتعود بالفائدة على المرضى اللي يستلمون الدم بصورة مستمرة وعلى رأسهم طبعا مرضى الثلاسيميا. فاستخدام مثل هيجي وحدات دموية من متبرع واحد تقلل من المضاعفات اللي ممكن يتعرض لها المريض بعد نقل الدم. فحمد لله من أول المراكز في الشرق الأوسط اللي تم إدخال هذه التقنية، سحب وحدتين دم من متبرع واحد للتقليل من المضاعفات اللي تحدث بعد استلام الدم. طيب دكتور ما نأخذ الأجوبة شوي باختصار، هل التبرع بالدم مفيد لمريض السكر؟ إذا مريض السكر يأخذ حبوب لعلاج السكر ومنتظم ممكن يتبرع بالدم ويكون مفيد، لكن إذا يأخذ إنسولين لا يفضل التبرع بالدم. طيب الآن بعيد عن الحملات اللي تقومون بها والتنقل ما بين المناطق دكتور، خلينا نتحدث عن المركز يا ترى أوقات العمل فيه، وأيضا نحن مقبلين يعني على شهر رمضان فنبغي نوعي الناس بأهمية التبرع بالدم خلال الفترة القادمة. نعم، دوامنا من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 7 مساء من الأحد إلى الخميس. طبعا يوم الجمعة إحنا فاتحين، بس في جمعيات خاصة اللي تنظم ويانا حملات خاصة يكون الجمعة مخصص لهم. بالنسبة إلى رمضان طبعا إن شاء الله يعود على الجميع بالخير والبركة. نعاني طبعا في شهر رمضان لأن قل عدد المتبرعين، فنوجه الناس اللي يقدرون يتبرعون بالدم بالتبرع بعد الإفطار، لأن حتكون مراكزنا مفتوحة إلى بعد منتصف الليل لاستقبال المتبرعين، لأن نكون عندنا حاجة كبيرة للدم خلال فترة رمضان. وهو إذا شخص فطر وطبيا يكون لائق فالتبرع بالدم بالعكس يكون فائدة للمتبرع وفائدة طبعا في توفر دم للمرضى. إذن مستمعينا اللي يبغي يتوجه للتبرع بالدم، أيضا مركز دبي للتبرع بالدم مثل ما قالت الدكتورة فاتح أبوابه، فنتمنى منكم التفاعل في هذا الموضوع، لأن يعني ما في شغلة الواحد ممكن يشوفها أنها إنسانية أكثر من أن الواحد يتبرع بدمه ليخول الإنسان، وأنت تتبرع لشخص أنت ما تعرفه. شوف الأجر اللي ممكن تحصله، هل تناول حبوب علاج السكر يوميا يؤثر على الصحة في المستقبل؟ طيب هذه بنخصص لك حلقة كاملة عن السكري إن شاء الله، ولكن بالنسبة للتبرع بالدم تكلمت عن هذه الجزئية الدكتورة مي. نبغي إجازة مرضية شهر كامل، يا ريال ليش تفاول على عمرك، ليش تفاول على عمرك. عموما دكتورة يعني في 30 ثانية كلمة أخيرة تبغين تقولينها. التبرع بالدم عمل إنساني نبيل، وأوجه كل من يستطيع التبرع بالدم لإعطاء وقت قصير من وقته للتبرع بالدم لإنقاذ حياة ما بين 3 إلى 4 مرضى مختلفين، وهذا أنبل الأعمال الإنسانية. شكرا لك الدكتورة مي رؤوف مدير مركز دبي للتبرع بالدم على هذا الوقت اللي انت خصصتي لنا، إن شاء الله يعني يكون في ميزان حسناتكم وكل التوفيق. ولا تنسون مستمعينا نذكركم بتواجد فريق التبرع بالدم حاليا في الإدارة العامة في هيئة الصحة دبي. لساعة كم موجودة هناك دكتورة؟ لين 2:30 يعني بعد قدامنا ساعتين تقريبا ونص أو 3 ساعات، فنتمنى منكم التواجد في الإدارة العامة
لهيئة الصحة بدبي للتبرع بالدم والمشاركة في هذا الموضوع. أيضا في حديقة البرشة تاريخ 27 لين 29 أبريل 2017 من الساعة 4 المساء يعني 4 العصر لين الساعة 10 مساء بيكونون موجودين كذلك فعاليات خاصة بالتبرع بالدم، بيكونون هنالك أخصائيو التغذية، وأيضا في من إدارة الصيدلة عندهم العديد من الفحوصات اللي بيسوونها واللي يبغي يتبرع بالأدوية. هذه يعني ضمن فعالية مستشفى الخير، نتمنى منكم مستمعينا من المشاركة في هذه الفعالية. عموما وصلنا لختام حلقتنا، يعني في حد سأل ماذا بخصوص مرض السكر ما نتكلم عنه، إن شاء الله بنخصص حلقة كاملة. حتى نلقاكم في الغد بإذن الله، تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وكان معنا في الإخراج عيسى سبيل، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.